هاي، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مايا، فيديو النهارده عن مشترياتي الجديده للضوافر. انا جبت حاجات جديده اول مره اجيبها، وان شاء الله لما اجربها هبقى انزل لكم ريفيوهات عنها في فيديوهات جايه ان شاء الله. ويلا بينا نبتدي. طيب يلا بينا نبتدي. اول حاجه جبتها جبت الضوافر السيليكون دي، تقريبا انا اخر واحده افكر اجربها. يعني انا عن نفسي مش بحب بصراحه اركب ضوافر، بس ده اللي عجبني فيها، فيها زي سيليكون كده في الضوافر، فبتركب وبتتشال عادي جدا، فمش بضطر استخدم جلو، فمش مش هتضر ضوافري يعني. فانا جبتها بصراحه للفيديوهات، يعني انا مش جايبه عشان اخرج بيها، انا جبتها للفيديوهات. مثلا قصه ضوافري مش حابه احط مانيكير او كده. يعني هوريكم شكلها من جوه. زي ما شايفين كده ده شكلها، وده شكلها كده لما فتحتها، كده شكلها واضح اكتر. شكلها بجد حلو جدا، شكلها كده على الضوافر، بس طبعا مش هركبها يعني، بس انا بوريكم الشكل. شكلهم يجنن. دي كان سعرها 35. بصوا ده اللزق اللي بقولكم عليه، شايفين بيبقى سيليكون كده. دي انا جبتها ب35. انا عارفه ان سعرها غالي، لان انا شفت اسعار تانية في 15 وفي 20، وفي بيكون زيها كده بيكون معاها زي وايبس عشان تمسحي ضوافرك الاول لو فيها اي زيوت او كريمات او كده، وكمان بيكون معاها مبرد صغير وبتكون نفس السعر. دي انا جبتها من اول الزنقه في المنشيه، وكانوا هما مغلين سعرها، بس انا عجبني الشكل، يعني انا ما شفتش الشكل في مكان تاني يعني، فعشان كده جبتها. تاني حاجة جبتها، جبت الاتنين دول من جوردانا. انا اول مرة اجيب حاجة من جوردانا للضوافر. اول حاجة جبتها جبت البيسكوت ده، هو بالجارليك بالثوم. هجربه طبعا، كل الحاجات دي هجربه زي ما قلت لكم، هنزل لكم ريفيو عنها. ده سعره تقريبا كان 53. تمام. تاني حاجة جبتها جبت التوب كوت برضو من جوردانا، وده كان سعره برضو حاجة و50. تالت حاجة جبتها جبت البيسكوت ده من فلورمار، ده كان سعره 75، مش فاكرة بالظبط. رابع حاجة جبت الضوافر دي. انا عارفة ان انا قلت لكم في اول الفيديو ان انا مش بحب اركب ضوافر يعني، بس طبعا هالو كيتي عجبني الديزاين جدا ولونه بينك وكده. دي كان سعرها 15 جنيه، وهقول لكم انا جبتها ليه، لان جبت اختراع يعني في لتركيب الضوافر، ده هقول لكم عليه في فيديو لوحده، عشان كده جبت الضوافر دي. دي سعرها 15 جنيه. وكمان جبت النيل بولش ريموفر ده من الي. انا كنت عايزه بتاع رانوي ما لقيتهوش، فجبت ده، لان نفس الفكره هقول لكم الفكره اللي فيه دلوقتي، هو بفيتامين اي، وفي كمان زيت الخروع وجلسرين، وكمان في ماده الاسيتون، ده عيبه الوحيد اللي انا شايفاه يعني، بس انا لسه مجربتوش ان هو فيه مادة الاسيتون. طيب ايه بقى الاختراع اللي هو فيه؟ انتوا ده بقى الاختراع، لما بتفتحوا كده الغطا وبتحطوا القطنة هنا وبتضغطوا بيطلع من هنا. كانت موجودة في رانوي، ولما ما لقيتهوش ولقيتها في الي جبتها، ولقيته نفس السعر برضو، ده كان سعره 30 او 35 يعني، مش اكتر من كده. وكمان جبت القطن ده من ميني سو، هو بيكون فيه 800 قطعة وسعره 50 جنيه، بس سعره حلو جدا يعني، مهما استهلك قطن يعني هيفضل معايا فترة، وكمان سعره مش غالي. بس كده الفيديو النهاردة خلص، وهي خلصت كده المشتريات في الاختراع اللي قلت لكم عليه، بس ده انا حبيت يكون في فيديو لوحده، فانتظروا الفيديو قريب ان شاء الله. بس كده الفيديو خلاص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتعملوا شير، وكمان تفعلوا جرس عشان يوصل لكم اشعار كل ما انزل فيديو جديد. باي باي.